وأكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحميد الحصادي في اتصال سابق لقناة الجزائر الدولية أن الليبيين اليوم يرون هذه الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة وتجاوز المراحل الانتقالية. هي ضوابط وقوانين وضعت رغم حالة عدم القبول من بعض الأطراف، ولكن تظل هذه القوانين هي الآن أمر واقع لضبط هذه الانتخابات. أصبح الأمر الآن يعني قبلت الانتخابات من كل الأطراف. الآن وجدنا من يومين يعني ترشح العديد من الشخصيات التي كانت رافضة للانتخابات، يعني ربما يعني تيار فبراير بالكامل كانوا رافضين لهذه الانتخابات لأنها خرجت من طرف واحد ووضعت القوانين يعني من قبل يعني مجلس النواب دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومع الأطراف والنخب الليبية، ولكن يظل الصندوق هو الفيصل ويظل الجميع يعني أمام اختيار الشعب الليبي.